السلام عليكم أصدقائي الحبيبين، يا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة. موضوع حلقتنا اليوم عن وجع أسفل الظهر المزمن، كيف ممكن نعالجه؟ هلا في هاي الشراب أو الخلطة، هاي اللي بتساعدنا إذا استعملناها 15 يوم متواصل بيخف الوجع أو بيروح كله نهائيا. طبعا وجع الظهر بشرط إنه ما يكون مثلا عندك انزلاق فقرة ديسك أو انضغاط الفقرات على بعضها، أو إنه الفقرات ضاغطة على الأعصاب اللي نازلة على الأرجل، بقى عم تسبب لك ألم بالأرجل. هدول لابد إنك تراجع طبيب، لأنه ممكن تحتاج لعملية جراحية ليحرر لك الأعصاب. طبعا كمان شغلات تانية، ما يكون عندك مثلا آلام بالتبول، عسر بالتبول، يعني هذا كمان احتمال يكون عندك أمراض بالكلى، فلازم تراجع طبيب البولية. أما أي شيء تاني، مثلا أنت فقت الصبح عم يجعك ظهرك، مثلا المرأة الحامل بعد ما خلص الحمل عم يجعها أسفل ظهرها، فهذا الشراب مفيد جدا، وأحسن ما تستخدم مخففات الآلام الإيبوبروفين وغيرها، فهذا طبيعي وما بيأثر على شيء، وخلال 30 يوم بيساعدها تمام. بيتألف أول شيء من الكرافس، ناخد حزمتين من الكرافس. طبعا الكرافس معروف انه مضاد التهاب، بيخفف التورم، بطارد غازات، بيحسن جهاز الهضم، وهو معالج للمفاصل والعضلات، وبيخفف آلام الدورة، وحتى بيخفف الصداع. العنصر الثاني هو الزنجبيل، طبعا بناخذ منه 2 سنتيمتر مقشر، او اذا ما عندنا اياه بنجيب ملعقة طعام كبيرة. طبعا بنعرفه بيخفف السكر بالدم، الكوليسترول، بينظم ضغط الدم، وبيخفف التورم، ومضاد التهاب كمان، ومميع للدم كمان، وبيخفف من اعراض القولون العصبي، وهو مفيد جدا. هذا بناخذ كمشه سبانخ، هلا السبانخ كمشه منها تقريبا 30 جرام بس، كمشه منها كمان بتخفف السكر بالدم، بتخفف ضغط الدم، بتحافظ على صحه العظام، بتحسن الحديد، بتحسن جهاز الهضم، وكمان مفيده جدا للنظر. بعدين الأناناس هذا بناخذ منه تقريبا قطعتين من الأناناس مقطعين، طبعا هذا كمان مفيد لآلام التهاب المفاصل، مضاد أكسدة، غني بفيتامين سي، فيتامين اي، مفيد للعيون، في ألياف وغني بالبوتاسيوم، وبيحسن المناعة الجسم، وبيحسن الهضم حتى الأناناس. عندنا ليمونة واحدة بس تكون مقشرة، كمان مفيدة، بتمنع الحصى، تكون الحصى بالكلى، فيتامين سي عالي المناعة، بتحسن المناعة، بتخلصنا من السموم، بتحسن امتصاص الحديد بالجسم، والمي طبعا، واربع مكعبات من الثلج. هلا هذا طبعا نخلطهم لمدة دقيقتين لثلاثة بالخلاط او بالعصارة، بنحطهم كلهم سوا، بنخلطهم، بنضيف لهم مثل ما قلنا كاسة مي واربع مكعبات ثلج. فيك انك تغير الطعمه، بتحط لها شويه مانجو او تحط لها موزه، طبعا موز غني بالبوتاسيوم، اذا انت على رياحتك، اذا بدك تضيف لون، وبتشرب كل يوم كاسه منه، وبتحط الباقي بتخزنه بالبراد بالثلاجه، بتستعمله ثاني يوم. طبعا على مده 15 يوم حتلاقي تحسن، وحتى من ثاني يوم هتبلش التحسن وبيخف وجع الظهر. هذا احسن يعني شراب طبيعي لعلاج الام الظهر المزمن السفلي طبعا. وشكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.